اللهم صل على سيدنا محمد. ده العجين بتاع الفطير عبارة عن مية وملح إن شاء الله رب العالمين. دول معرين كيلو دي هنعملهم فطير، وربنا يجعلهم بالهنا والشفه ويبارك لنا في أختنا وحبيبتنا اللي بتعملهم لنا. والدقيق قلنا وزنهم، والمية ما بتتغيرش لأن كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. دي عبارة عن دقيق بس ومية وملح. في حاجة تانية يا محمد؟ لا، بس مية وملح. في بعض الناس بيحطوا معها سكر، ده إذا كان الفطير هيبقى مسكر، أما إحنا فطيرنا إن شاء الله هيبقى مالح. فهو عبارة عن مية، والمية مش سخنة، المية دي من الحنفية أو مية موجودة يعني ما هي سخنة، لأن إحنا مش بنخمر، المية الدافية للخميرة بس. وبعدين برضو العجينة ما بنخليهاش لا لينة قوي لا سايلة قوي ولا متمسكة قوي، زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله، تسلم ايدين اللي بتعجنها وما شاء الله عليها ناعمة وجميلة. وان شاء الله هنشوفها في ايه، في التقطير. شوفي العجن بتاعها او الكبسة بتاعتها دي بنعملها ازاي، مش باللت، بمقبض الايد كله بالصوابع بس كده مندخلها في بعض، مش بعجنة ولا حاجة. احنا فلاحين وكمان احنا بنعجن بايدينا وبنعمل بايدينا كل شيء. ربنا يجعلهم بالهنا والشفا. سيدنا محمد دلوقتي العجينه ارتاحت ونعمت، وما زلنا بنعمل فيها برضو بعد ما ارتاحت عشان تنعم اكتر واكتر، وان شاء الله هيبقى فطرها زي العسل وامر الله السميع العليم. صلاه النبي. ادي تقطيع الفطيره اهي. احنا في فطير بيتقطع من كيلو، كيلو الا ربع، وده كيلو ان شاء الله رب العالمين بامر الله. تقطيعها بنوريه لكم واحنا بنقطع باللف لفه كده، هتنعم معانا وهتبقى زي الورد ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين. هذه بركه بسم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الفطيره بنقطعها كيلو، طبعا احنا مش بنوزن ولا حاجه، لكن ايدينا هي اللي مزان. ايدينا هي مزان من كتر ما احنا بنعمل على طول على طول، اختنا بتعمل على طول، عارف قيمه الكيلو وقيمه النص وقيمه كيلو الا ربع. فاحنا ببركه بسم الله الفطيره عندنا النهارده هتبقى مره تانية بسم الله ما شاء الله. ادي الفطير بتاعنا تقطيعه الحبه كيلو، وبتريح. وبنسيبها بعد ما قرصناها كده، بعد ما قطعناها كده قيمه الكيلو اللي احنا بنعمله، بنسيبها تستريح خالص، وبعد كده نلفها لفه تانية نضغطها مره تانية بحيث ان هي تنعم، العجينه تنعم تبقى زي الحريره كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في اللي بتعمل ويسعدهم ويبارك لهم جميعا يا رب. اقوم انا شفتهم عشان بعد ما افرد واخلص ما تكشفش مني. بعد ما قرصناه وقطعناه الواحده كيلو بندهن وشهم زيت عشان ما ينشفوش. زي ما انتوا شايفين اختنا كده بتدهن زيت على كل حبايه او كل قطعه كيلو، عملنا عليه زيت ليه وشه ما ينشفش ويبقى يفضل طري ونادي او طري، بنقطه الزيت دي ما يدخلهمش هوا في الوش عشان ما يشققش منه. تيجي بقى بعد كده هنفرد ونبطل وندهن بالسمنه بتاعتنا الفلاحي بتاعتنا دي، وهيبقوا زي العسل ان شاء الله. لفت على الفطير كله، احنا عندنا عزومه النهارده فما شاء الله يعني 15 فطيره 16 فطيره اكتر اقل. نسالكم الدعاء وحسن الاخره، اللهم حسن الاخره ويبعد عنا وعنكم شر النار. اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد. ده الفطير المدهون بنحط على رد طبلية محطوط عليها ردة، أما الفطير اللي لسه مقطعينه وما عملناهوش لسه ما دخلناش في سمنة بيبقى محطوط في الصينية بدون ردة، ولكن وشه متهون بالزيت عشان يفضل مستقر. شوفوا أختنا حبيبتنا بتدهن بالسمنة اهي بفضل الله، دهنت السمنة الكتيرة وهتفرد بقى اهي. بسم الله ما شاء الله، يريح بقى شوية. حلوين ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، 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 بسم الله ما شاء الله،
اللهم صل. شوفوا اختنا بتفرد وتنزلها من على الصينيه، والصينيه مرتفعه عن الارض بكتير كتير، وبتشد في الحروف دي ايه، ترقق الحروف زيها زي الوسطانيه بالظبط. بسم الله الرحمن، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللي نعرفكم ان البتاع بعيد عن الارض، طبعا انتوا شايفين الارض بعيده وهزه في الفطيره نفسها، عشان ايه؟ بتثبت ان هي مستريحة الفطيرة بأمر الله السميع العليم، وبإيد أختنا هتبقى زي الورد إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين. حبة فطير زي العسل ما شاء الله، الله أكبر. كل تطبيقة بنحط لها نسبة سمنة من الزبدة، يا شفتوا يا بركة. بسم الله الرحمن، هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي على اختنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. معاكم برضو التطبيق هتبقى عبارة عن مربع او باللغة الورق كظرف، اللي هو الظرف بتاع الورق، والتطبيقة زي ما انتوا شايفين كده، بنودي كل ركن في الوسط منها وبنشقلبها في ارضة الصينية، وبنلف اللف اللف. شفت هاي بتدور 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 بيها، بتتختم بأمر الله وتبقى في منتهى الجمال. ونرجع نحطها على الرد، شفتم؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هجيبها، شفتوا الصينية فاضية؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أهم شيء ضبطة الحرف، الصينية بتيجي واحنا بنرقق الحروف وبتزداد الصينية، الصينية تيجي بترق ما شاء الله زيها زي الحرف، وبتبقوا كلها زي بعض بفضل الله، بفضل الله. شفتوا السمنة اللي احنا بنحطها اهي، هي بقى دي همزان ما شاء الله، لان هي بتعمل على طول يوميا، بتعمل بفضل الله، فايديها بقت ميزان وبتعمل على طول ما شاء الله. وعارف اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. شفتوا بتعمل الحرف ازاي حته حته، لما نقول كلها تبقى زي بعضها، الوسطانيه زيها زي الحرف، وكله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر عليه، الله اكبر. ربنا يحميه، ربنا يحميها لشبابها ولولادها، ربنا يحميها ويبعد عنها شر النار يا الله يا سميع يا عليم، اللهم ابعد عنها شر النار يا رب، احميها يا الله يا سميع يا عليم، لنفسها ولشبابها ولولادها يا الله يا سميع. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا، لا
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ما تيجي زيادة كده مش إشكال. آه لا نعمة وفضل. ما شاء الله ما شاء الله. جيبها مثلا معايا كده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا نسبة الهواء اللي بتخش الفطيرة دي بتديها ارتياح جامد جامد إن شاء الله رب العالمين، وهي بتتخبز. يا بركة بسم الله، أحلى كلام بسم الله ما شاء الله. مش إشكال، حلو حلو ونعمة وفاضل. مش إشكال. شفت أختنا بتحط الفطيرة في الصينية اهي، بسم الله ما شاء الله. طبعا بنشيلها من على الردة، راحة بسيطة جدا جدا، أو الهزة البسيطة دي بتديها إيه ارتياح كمان، ارتياح وهي ما بتحط في الصينية. بسم الله بسم الله يا بركة بسم الله يا بركة بسم الله. شفتوا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بتشيلها على إيدها من الردة وتهزها الهزة البسيطة ده اهي، الهزة البسيطة عشان خاطر تحطها في الصينية، تقوم تريح منها كمان عشان وقت الخبيز تبقى ايه ان شاء الله تطلع منتفخة وزي العسل. شوفوا بتريح هزة نوبة كمان كده، اللهم صل على النبي. ايوه شفتوا بسم الله بسم الله. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، حسن الآخرة عندك يا الله، حسن الآخرة عندك يا رب. بسم الله بفضل الله حطيناها على الصينية بتاعت الخبيز ومبططها. قلنا نسبة الهواء اللي بتبقى في قلب ما بين الراء والراء، بنقرص الفطيرة حبة صغننة كده بتطلع الهواء وترجع تخش في بعضها تاني. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لا تنسوا اختنا في الدعاء، لا تنسوا اختنا اللي عملت لنا الحاجات الطيبة دي من الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفتوا بتعص ايديها الاثنين سمنه ايه، شفتوا بسم الله ما شاء الله، وترجع تضيفها لوش السمنه، مع اني محطوط لها سمنه برضه على الوش ولكن بتزيدها كمان عشان يزداد ايه حلاوه في الفطير. ممكن لما اكون مفخوخ كده ومضايقاني ممكن اعملها كده. الهواء يعني نسبه الهواء مضايقاني بقى ضايق بفرد. بسم الله ما شاء الله. شفتوا بفضل الله بفضل الله، دلوقتي ديت الصينيه اللي هنخبز فيها ونبططها للخبيز او بنفرتها فرده الخبيز بقى ما شاء الله ما شاء الله. طيب اما بياتينا حبه هواء في العجينه نفسها بنروح قرصينها قرصه خفيفه كده تقوم تطلع نسبه الهواء عشان ما تضايقنيش وانا بايه وهي بتبطط تخش في بعضها ما ترجعش تاني. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل. اهم شيء عند الحرف. شفت اهم شيء في التبطيط او في الفرد او كل حاجه الحرف، عشان الحرف يتاكل قبل الوسط. عشان يبقوا زي بعضهم الوسط والحرف يبقوا واحد. هذا من فضل الله على اختنا، امانة عليك كده في السمنه. شفت مره ثانيه بنجيب سمنه ونحط تاني على وشها عشان الوش يبقى نادي. وهي حطت سمنه زي ما انا قلت لكم في الاول وما زالت بتحط سمنه تاني على الوش عشان يبقى وشها نادي وحلوه. بفضل الله بفضل الله ثم فضل تعب اختنا، وادعوا لها بصحه الحياه. لله بندخل الفطيرة في الفرن، صاجة بعد صينية بعد صينية بندخلها في الفرن. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله ما شاء الله. السند يا أبو حمادة شفتوا بسم الله ما شاء الله، الفطيرة داخل الفرن لسه هي نصها بس اللي ارتفع لسه. بسم الله ما شاء الله، اللهم اجعلهم بالهنا والشفا لكل من ياخذ منهم يا الله. بسم الله ما شاء الله، احط عن ايدي صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي. شفت ابو اسامه طلع لنا الفطيره ما شاء الله، نوريكم اللي جوه الاول. بسم الله بسم الله
بسم الله، الله يحفظك من النار، الله يحفظك من رب العذاب النار يا رب، يا رب احفظهم من عذاب النار. شفت الفطيرة ببركة بسم الله بتنتفخ داخل الفرن. بسم الله ما قطعناش الفيديو ولا حاجة، إن شاء الله هياكل حبة حبة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا فضل الله 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 يا فضل الله. ما شاء الله. انا بصور انا بعيد عن الفرن علشان خاطر الصهد بتاع الفرن. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على، ادي اهي طلعت اهي بفضل الله، شفتوا شكلها جميل ازاي، اللهم صل على سيدنا.